معك خليفه محمد 24 سنه قاطن بنيه محمديه وكنخدم في اكطوميطا. هاد الخدمه تشوقت لها ملي كان الوالد ديالي خدام. الوالد ديالي خدام ضارف شي 30 عام ديال الخدمه. هو ما كيجي للدار واشي كنشوف كيعاود لي الخدمه. زدت عمقت فيها بزاف، درت تكوين، درت سونتر، من موراه خديت ديبلوم وجيت للخدمه. خدمت هي الرغبه ديالي بغات هاد الخدمه هي اللي عجبتك اكثر. وزدت حببت هاد الخدمه هي الشيف ديالي كيعاون على بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج ما كتعرفهم وراهم لي الشيف. بديت كنتعلم بشويه بشويه، واخا السونتر ما كتعلمش فيه كلشي، ملي كتدخل الشركه عارف كتعلم، كتزيد مزال تعلم. هاد الخدمه هي السلام، هي كلشي، الامان، تامن راسك، تامن المحيط ديالك، تحيد شي حاجه اللي بغات تبرزك، تدخل بلا ماشين ديالك واش مزيانه ولا ناقصه شي حاجه، تستاثر مع الشيف ديالك، تاخذ الكروكيات، المسائل شنو غتبدا تنافير، عارف كيفاش داخل. الناس يكون معقول الخدام يكون عنده بنيه جسمانيه ما مريض ما والو، ما كيعاني من حتى شي مرض، يكون بكامل قواه، كلشي ما ناقصه حتى شي حاجه، مو يكون راسه خفيف ويكون يتصنف.